أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محرما. آمين آمين يا رب العالمين. نكمل ما سبق من الفرائض ديال الوضوء في الدرس الثاني ونرجعوا للأبيات نشوفوها بسرعة. يقول فيها الناظم رحمه الله: فرائض الوضوء سبعة وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفصرة أو استباحة لممنوع عرض وغسل الوجه غسله اليدين ومسح الرأس غسله الرجلين والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين خل الأصابع يد وشعر إذا من تحته الجلد وشعر وجهه إذا من تحته الجلد ظهر. المعنى ديال هادشي هذا قلنا الفرائض ديال الوضوء سبعة اللي هي الدلك وهو تنخويو الماء ونمروا عليه باليد ديالنا لان هذا هو اللي تيتسمى الغسل من خلال قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والفور هو اللي تيعني الفعل ديال الوضوء مجموع من خلال و و و اللي ورده في هذه الايه ديال سوره المائده. والنية في البداية وهذه البداية هذه فيها جوج: إما في البداية من الأول كاع من اللي غادي نغسل يديا إلى الكعبين وهنايا تنبدا من السنة كاع، ولا حتى الوجه اللي هو أول فرض من الفرائض ديال الوضوء اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما قالش يدين الكعبين، ما قالش المضمضة، ما قالش الاستيطار، بدأنا بالوجه. بمعنى إذا كانت النية في الوجه راه دايزة، وإلا تعدادها بعد الوجه ما دايزاش، وإلا كانت قبل من اليدين واحد شوية دايزة، وإلا كانت قبل بزاف ما دايزاش، وإلا كانت بعد الوضوء ما دايزاش، وإلا تلغات بعد الوضوء دايزة، وإلا تلغات فوس الوضوء مشى الوضوء، تلغى لأنه تلغى فوس الوضوء. هذا ونية في بدئه. ثم بدا تيفصلنا في النية اش غادي ينوي: ولينوي رفع حدث، رفع الحدث او مفترض معناها تأدي الفريضة، ولا او استباحة لممنوع عرض معناها ممنوع عليك تهز المصحف تبصو بيديك، ممنوع عليك تصلي النافلة، ممنوع عليك دير سعي في المسجد، ممنوع عليك تصلي الفريضة، ولكن الوضوء تتوضي وتتنوي باش يولي مباح عليك داك الشيء اللي كان ممنوع، أو استباحة لممنوع العرض. لهذا شنو شفنا دابا هنايا؟ فرائض الوضوء سبعة وهي دلكون وفور نية في بدئه، ها ثلاثة. تيزيد يكملنا: وغسل الوجه غسله اليدين ومسح الرأس غسله الرجلين، ها سبعة كملوا. والوجه قلنا من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، ومن كانت له لحية إلى منتهى اللحية، لأن اللي عنده مثلا بحال المرأة ما عندها لحية، فاش غادي دير من الجبهة من الشعر المعتاد حتى الذقن، الذقن هي اللحية، اللحية معناها هذا الفك هذا، معناها هذا هو الوجه، من وسط الأذن وسط الأذن، واحد عنده لحية بمعنى اللحية نازلة. نزل القرقور، اشنو غادي يدير؟ خصو يكمل باش تلحق هذاك القرقور لانه تبع الوجه ومن وسط الاذن حتى الوسط، وهذاك البيوضيه اللي كاينه ما بين الاذن وما بين الصدر راه تبع الوجه تخصها حتى هي تغسل، اما اللي كاين البيوضيه ما بين الاذن والراس هذيك راه تبع للراس، هذا الوجه. لهذا قالنا: وغسل الوجه غسله اليدين، واليدين هنا سيد ربي في القرآن كاين اليدين تيطلقها وكاين تيقيدها، تيطلقها تيقول الله عز وجل: والصارخ والصارخة اقطعوا أيديهما، أطلقها اليد مطلوقة، واليد تطلق على الكل عين، وتطلق على المرفقين، وتطلق حتى على العضد هنايا، هذه كلها.
كل هذا تعتبر يد. لهذا سيدي ربي قال لنا والسارق والسارقة سوف يقطعوا أيديهما تلقاها. شكون اللي غيحددها لنا هنايا؟ جا الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الفعلية باش يقطع الغني ديال سميتو هذيك المرأة التي سارقت وهي شريفة في قومها. فجاء حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة يتشفع للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لو أتتشفع في حد من حدود الله والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وكان القطع ديال يد السارق هنايا. فالوضوء حدد الناس لربي قال لا وأيديكم إلى المرافق. هذا إلى في اللغة العربية تعني مع. لهذا كان الحديث اللي هو بين فيه صحابي من الصحابة حيث غسل وتوضى غسل حتى الحدا العضوض ديالو ساعد. هذا الساعد ثم الساعد جات للسعادة لأنه يساعدك في الأشياء وتتحقق لك السعادة به. فهذا الساعد وهذا العضوض. فلهذا تندخلوا مع السعيد المرافقين. فحيث قلنا إلى المرافقين معناه مع المرافقين. لهذا باش غادي يكون عندنا الوضوء الصحيح ديالنا ماشي ندير غير هكا ونتوضا، لا 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 لا، نطلع حتى العضو وندير الماء هكا ونطلقو ونتعرض ليه هنايا. فحيث نتعرض ليه هنايا تنكون متأكد بأن راه داخل المرافقين وتنتوضا الوضوء ديالي. التخليل ديال الاصابع ما محسبش الكيفيه اللي درتيها راها المهم تخليل الاصابع. تسجيله في يدين. يدين كاين فرق ديال اليدين ديالنا وكاينين ديال اليدين الناس الساكن اللي تمارا وفي الشغل. باش نقرر لكم هاد اليدين هادو بحالاش؟ بحال واحد الجليج الارض داير ليها الجليج ديال لافايونس وواحد الارض فيها غير الفورما غير الفورما. وبغينا نسيقوا هذيك الارض اللي فيها الفورما وبغينا نسيقوا لهذيك الارض اللي فيها الجليج. هذيك اللي فيها الفورما قطره ديال الماء تتنزال على داك الشيء كله، ولكن اللي فيها الجليج اللي فيها الفورما تخويل الماء وتخويل الماء باش يدخل في داك البلايص. لهذا اللي عنده دوك اليدين تيكونوا حرشين وافيين بحال شي واحد ضرب واحد المديني ومشى عند الطيب قال لي راه ضربني بالبلا. معي بعيط ليه قال لي اجي. قال لي لا نعم ضربته غير بيديا. قال لي نشوف شافها قال لي كتب ضربوا بالبالا لانه شافها تبارك الله وافيه ويبدا هذيك النيت ما راه داش بال بجهه العمل. هذيك راه عندها الوضوء ديالها خاص. خصني ما نخليش شي بلاصه وهذا الشيء تيبان حنا في رجلينا دابا اللي تيكونوا مشبخين وداك الشيء هذاك تبقى تخوي بهذيك وتدير هكا تيبان لك شي بلاصه ما تبقاش. كل ما كان الرجل حرشه ولا اليد حرشه الا وتيخصني البالغ في الدلك باش يبلغ الماء جميع الاماكن بالنسبه لليد. ها هو اليد. ثم بعد ذلك شنو قال؟ ومسح راسه شنو قال؟ وغسل وجه غسل اليدين ومسح الراس غسله الرجلين. الغسل ديال الرجلين ما عندوش الحد ديال شحال غادي نجيو نشوفوه في الفضائل ما عندوش. الموش تيتنقاو يقد يكون مره جوج المرات ثلاثه المرات خمسه المرات. المهم خصهم يتنقاو ويبلغوا الماء ونردوا البال للاعقاب لان حيت تنكون حاط رجليه وتنتوضا تنساوى هذيك البلاصه اللي كان محطوط عليها الرجل فنرد البال. والغرض من هادشي هذا هو تيخصنا ما يمشيش يبقى شي بلاصه ما يلحقهاش الماء. بهكا غادي نكونوا بلغنا فرائض ديال الوضوء كلها من خلال المنظومه ومن خلال الشعر. بقات لنا وحده شنو هي؟ هي الموالاه هي اللي قلنا هي القول. ما نفرقوش ما بين الوضوء لانه فعل تعبدي مجموع الا مع العجز والنسيان هذا عنده درس ديالو اللي غادي نشوفوه. لهذا الحضور غادي يراجعوا معايا هذاك الشيء اللي عندهم مكتوب وهذا هو اللي غيكون مختصر. الخلاصه الوضوء لغه هو الحسن. الوضوء شرعا طهارة مائية ذات غسل ومسح. ذات غسل هي هذوك ثلاثة ديال الأعضاء اللي هو الوجه واليدين والرجلين ومسح اللي هو ديال الراس. ياك متابعين معايا؟ ها؟ الدرس الثاني الدرس الثاني تختص بأعضاء معينة على وجه معين وهو واجب وفرائض سبعة. الفرض الأول النية ومحلها القلب وتجب في أول الوضوء والتكفير عند غسل الوجه
ويجب أن ينوي بوضوئه. ينوي بوضوئه ما عندكمش كمالة. رفع الحدث عندكم رفع ينوي بوضوئه. أي رفع الحدث أو أداء الوضوء المفروض أو استباحة ما هو ممنوع فعله بدون وضوء. ثانيا غسل الوجه من الجبهة إلى الذقن طولا ومن وسد الأذن إلى وسد الأذن عرضا، ويجب تخليل شعر الشعر الخفيف، بمعنى اللي عنده اللحية وتايبا الشعر من تحت منها تنخللوها، تايبا الجلد من تحت منها تنخللوها، اللي عنده الهرمونات بزاف وما تايباش هنا تجي المشقة، والمشقة تجلب التيتير هذا غير يمسح، ويمسح على الطول ديالها، يمسح على مدة طويلة ولا شي حاجة. هنا حيت يجينا شحال غادي نخليو في هذه اللحية ولا شي حاجة، يبان بأنك راجل. لأن شي تيقول لك خصنا نديرو جوج خبطات واش غندير سميتو، تصيب شي واحد خصو واحد سميتو القرعة ديال شامبوان غير اللحية وحدها، وتيقول لك راه هذه هي السنة صافي. لا، بالنسبة للمسألة غادي نجيو نشوفوها في القضية ديال الصلاة مع السواري، حيث يكون خلاف ما بين العلماء راه حنا للأمة. المهم غادي يبان بأنك راك راجل، يبان بأن الزيزون إلا عبر عليك راه صادق، لأن الزيزون حيت تبغي يعبر على الراجل تيديرها، وحيت تبغي يعبر على المرأة تيديرها، فإلا كان دارها راه أنت داك الكلام ديالها صدق عليك راك، وإلا كاين سميتو هذاك راك داخل مع الآخرين، راه داخل مع هادو. شوف أنت اللي بغيتي، عندك إتحاد إلا تجي شلا مرأة وليتي راجل، لا لا لا، راه الرسول قال لكم احفوا اللحى واعفوا اللحى واحفوا الشوارب، هذوك راه سميتو، وكل واحد عنده الشلاغم ونزلهم على الشواب ديالو فاشل في حياته الزوجية، وهذا الشيء راه درناه في 2006 في العلاقات الزوجية والبيوت السعيدة، فاشل. فلهذا هذا باش تشوف الإسلام كيفاش متكامل في هذا الإطار هذا. عندنا هذا الوجه، غسل اليدين مع المرفقين المرفقين وتخليل أصابعهما ونزع الخاتم الضيق وتحريكه إذا كان واسعا إلا أن يكون مأذونا في اتخاذه فلا يجب نزعه ولا تحريكه. أشنو المعنى ديال هذا الكلام هذا؟ المعنى ديالو نشوفه بعد الأذان إن شاء الله. أشنو كيف تتعلق هنا بالخاتم؟ وكاين كلمة مأذون تمايا. عندنا الله عز وجل دار هذا الدين الإسلامي اللي هو دين الفطرة، وقال لنا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الدين الله، هذا هو الدين. فهنا بالنسبة للرجل أباح له الشرع حاجة هو النقرة، النقرة هكذا، وهذا الخاتم ديال النقرة باش نزيدو نكملو، كان الرسول صلى الله عليه وسلم تيديرو الصبع الصغير ليمني، هذا هو الصبع الصغير ليمني. هاد الخواتم اللي تيداروا هنايا في هاد الصبع تيقول هذا صغير وعاقل هذا لسه خواتم، هذا عادة مسيحية وبالتعبير الصحيح نصرانية، باش ما ننسواش المسيحية نصرانية، حيث يكونوا في الكنيسة والعريس والعروس وقدامهم البابا تيشدوا الخاتم وتيقولوا باسم الاب والابن وروح القدس امين، وتيخشيو هنايا عادة نصرانية باش فهموها. اما الاسلام قال لك اسيدي بغيتي تزين شي بس مكان، هو الخاتم ديالك ها هو بالمقرى وديرو هنايا. الذهب حرام عليك، الحديد والنحاس والقزدير مكروه عليه، والخشب مكروه، علاش؟ لأنه ما ورش فيه الشرع في هذا الشيء هكذا. بالنسبة للمرأة يجوز لها الذهب، حيت داروا التحليلات العلمية فيما يتعلق بالذرات لي زاتوم، صابوا بأن الذهب للراجل اللي حرم عليه إلى لبسو تيقتل فيه الهرمونات ديال الرجولة، وتصيب هذاك اللي داير كورميت ولا داير خاتم تصيبو تيقوم واحد الحركات ديال العيالات تيدير هكا ويربي يقول لك اولي استغفر الله ويترزق المسكه، معنى حركات انثويه، بمعنى ان ذاك الذهب اللي داير
بدا تيقتل فيه الهرمونات ديال الرجوله. والمراه راه ما تبغيش هذاك اللي تتقلب مسكه ومكرت اللحيه ديالو حتى هو تيتخنق معها كامل، لا خصها شي واحد اللي يحميها، شي واحد حرش اللي تتحس بالامان بجلبه. اما الا كان هذاك مع هذيك تلقاو نيت بجوج، معناها ما بقاش الرجوله. فسيد ربي هكذا التكامل بحال الليل والنهار. سيد ربي شنو قال لنا؟ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. فالليل والنهار يكونان الى يوم. ثم اتابع بعد ذلك وقال وما خلق الذكر والانثى. كما انه لا يمكن ان نستغني بالليل عن النهار وبالنهار عن الليل، فكذلك لا يمكن ان نستغني بالذكر عن الانثى او الانثى عن الذكر. والناس اللي تيقول المساواه خطا، حيت غادي نقول غادي نساوي ما بين هذا الميكرو وهذه الجلابه. فاش غادي نجاوب؟ فاش غادي نساوي بيناتهم؟ فاش شنو هي هذه الجلابه مع الميكرو؟ فحيت نقول المساواه في شيئين يتشابهان، يعني نقول المساواة هذا تعسيت عليه وكذا كذا. بل المساواة حتى انت مع ولادك، عندك واحد ولد عمره 7 سنين، واحد 15 عام، واحد 25 عام، وواحد 40 عام، وبغيتي تقسم ليهم واحد الخبزة، ماشي المساواة تقسم على 4 مقادة، لأن هذاك الصغير غادي يبقى شايطلين، وذاك الكبير غادي يدير جوج دغمات، شتي ذاك الربع غادي يدير جوج دغمات، وهذوك المتوسطين اللي بقاو جوج غادي يكافي شي شوية. بمعنى ذاك الكبير حيت غادي يدير جوج غمات غادي يضرب ذاك الصغير وغادي يقول لي ديالي وغيكون هنا الظلم. لا لا، شنو العدل؟ العدل غادي تعطي لمول 7 سنين قدو، ومول 14 عام قدو، ومول 20 عام قدو، ومول 40 عام قدو. هذا هو العدل، باش تفهموا شنو ماشي العدل. العدل صافي قد الامور، لا. فلهذا هنايا تنشوفوا المساله كيفاش تتجلى فيما يتعلق بالحرام. الاسلام حرم، قال لك الرجل حرام عليها الدم، المراه حلال عليها الدم، باش الانوثه تزيد فيها، وهذوك الذرات يزيدوا ينميو لنا الجليد ديال الانوثه في المراه. والرجل بارك عليه الاخرى الى ما بغاش يحيد كاع سميتو هذاك، هذا عندنا اختيار، ودي تزين ونقرا وبارك عليه. هذا ماذون لي بالنسبه للرجل. كان ضيق الخاتم عندك ولا كان واسع توضا مهدي مع راسك، ما تحتاجش حتى شي حاجه. إذا كان غير مأذون، غير مأذون بمعنى لابس الخاتم ديال الذهب، راه عندك معصيه في واحد الجهه، ولكن دابا حنا كنهضروا على دابا الصلاة، اش خصك دير؟ خصك تحيدو إذا كان مضير، وإذا كان مرخي خصك تحركو، وإذا كان عندك سميتو القزدير ولا عندك النحاس ولا عندك كذا، إلا المداواة. صابوا بان النحاس عنده واحد الاثار سيداوي الروماتيزم ماشي غريب، وانت داير واحد الخاتم ديال النحاس تقول له ودي هذا ماشي شعوذة هذه، لا هذا علم وطب. فلهذا هذا عندك فيه واحد الرخصة، ما عندك لا رخصة اللي يديك اللي يخليك، إلا كان ضيق حيدو، وإلا كان واسع حركو. لهذا تسمي عندكم أشنو قال بالنسبة للخاتم؟ قال لك غسل اليدين وتخليل اصابعهما ونزع الخاتم الضيق وتحريكه امتى؟ اذا كان واسعا الا ان يكون مأذونا، بمعنى اذا كان مأذونا لا يحتاج لا الى تحريكه والى نزعه، فلا يجب نزعه ولا تحريكه. ثم رابعا مسح الراس كله من منتهى الجبهه الى نقره القفا وشعر الصدغين، هذا النظر هذا. ويشترط أن يكون المسح على الشعر مباشرة دون حائل، ما تكون لا حنة ولا زيف ولا رزة ولا كذا، وبماء جديد، وأن يمسح جميع الشعر مهما طال وتجلى، ولا يجب فسخ الشعر المذكور والمعقوص، المعقوص والمذكور. معنى المرأة كانوا بحال ما بقاش بهذا الشيء هذا. ولا دابا بطريقة أخرى. المرأة شنو تيديروا؟ تيشدوا واحد الصوفة كحلة وسيديروا معها الشعر اللي كان عندهم مغسل، اما دابا ولات حتى هي تخصها تكون منتوبه بحال الدجاجه، كوب كارتو، كوب ليو، كوب ستون، كوب كاري، كوب شوفاج، كلشي هذاك الشيء، كل هذا الشيء لا كوب، كلشي مقرج، مشى سالف، مشى سميتو هذا الشيء هذا ديال المنافسه بالشارك والمعازف بالشارك وهذا الشيء هذا، مشى هذا الشيء هذا دابا. فكان تيديروا الضفيره، يقول لك الا كانت ديك الضفيره مزيره بحال، والا كان مدفور غير هو، فلهذا تتمسح الضفره ديالها، والراجل تيمسح واعي كما تيمسح الراجل على اللحيه ديالو. هذا حتى في اغتسال ما تحلوش،
لان عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه ما كان سيفتي باش المراه تحل الضفيره ديالها. وسمعت مولاتنا عائشه الفقيهه اللي ردت على شحال ديال الصحابه والشابه وام المؤمنين وقالت لي هلا امرنا بان نحلق رؤوسنا. اللي قالت لك نحلوا الضفيره قلنا نقرعوا صافي نحلوا سولي بحال كوب كارتون كما نقولوا دابا. فلهذا لا ما يتحلش. فاذا ما تحلش الاغتسال اللي فيه الغسل والتخليل ديال الشعر فالمسح ديالو من باب اولى وحرام. هنا تيجي سؤال عارض، شي عياله تقول لك اودي انا عندي السن وعندي الهرمونات قويين والاغتسال بزاف بالنسبه للراس ديالي خصني الميزون بلي وخصني سميتو الباتشا وخصني الكسكاس باش غادي نشفى الجلد تيضري راسي. واش جائز نقطع شعري؟ جائز تقطع شعرها باتفاق مع رجلها بدون تقليد شي كفره بحال مثلا دير كوب سطون بحال ماري ميتيال ولا شي حاجه، لا تقصها تقطع. وهنايا هادوك عاود خطاب للحاد الحلاقات، الا كاين شي حلاقه عندنا مسلمه راه كل حلاقه عندها بالنسبه حيت شي عندها شي وحده تقطع الوجه ماشي بحال البنات بغيت تكرج ليهم كل شيء، لا 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 لا، كاين شي وحده اللي بغات تقطع شعرها على قد الدوره ديال وجهها، كاين اللي وجهها طويل خصها واحد لاكوب مثلا كوب شوباج ولا كوب ليو، ولا عندها مقعص مثلا كوب كاري، معنى كل وحده راه عندها هاد الشيء هذا. وهذا الشيء اللي خص يكون عندنا فيه خبره مزيان باش نزيدوا به المؤمنات باش يتزينوا الرجال ديالهم باش ما يبقاوش يجلسوا في القهاوي بالزنقه ويديوا الاثم. واخيرا غسل الرجلين مع الكعبين، ويجب الاهتمام بالعاقبين وبطون القدمين. ثالثا الدلك وهو امرار شيء على العضو المغسول عند صب الماء او بعده، ويجب إزالة كل ما تبلد على أعضاء الوضوء من وسخ وطلائين طلائي ظفرين، معنى صباغ الظفار، إذا كانت دايرة صباغ الظفار المرأة وبغات باش تودا شوف ماضونا، راه تيعرفونا سميتو أشياء هذا، شوف ماضونا وتمسحها راه غادي تحيديها، الرجال هو راه ما رضيش البلد شي هذا ما عرفنيش. وصبغ ومداد وغير ذلك من كل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة. شي مرة درت محاضرة أخرى بكا وبديت نتكلم عليهم فون دو تان وداك الشيء درتو على فاهم جبد هذا اللي عرف فون دو تان إيوا شنو غادي نعرفو؟ إلا ما عرفناش هذا الشيء باش نخاطبوكم غنبقاو نتكلموا عليا على التيمم، راه خصنا نعرفوا أشنو كاين في الواقع وشنو اللي حلال في الواقع وشنو اللي حرام باش نتوما، لأن هذا هو الإنسان في الدين العالم اللي تيخصو يكون عارف هذا الشيء هذا ويسول عليه ويبحث عليه. ولا يضر بقاء اللون بعد زوال العين، معنى حيد ذاك الجسم اللي هو الحسوس وقلو شي بس مكان. اخيرا الفور وهو فعل الوضوء كله في فور واحد دون تفريق او تفريق او تفريق يسير، لا تجف معه الاعضاء وهو واجب مع الذكر مع الذكر والقدره ساقط مع العجز والنسيان، فمن فرق وضوءه عامدا مختارا ابتدأ من جديد.